واحد الحس يعني وطننا الصحيح صار وطننا هو الأردن، صح ما ينسى أهله وما ينسى بلده، بس استطلنا هنا بالنهار بخيط 4 ثياب 5 ثياب بخلص برد على شغل بيتي. رحت على صندوق المرأة غادي طلبوني، قلت لهم عندي خياطة ودي أخيط ودي أوسع المحل شوية، كل ما بيع شيء أرد أغلب أبى أجيب يعني خام وأفصله، لو عندي مادية بأزيده. أنه أحيانا جوزي يعني بيساعدني شوية، الحرمة اللي تساعدت وهي جوزها هاي ما فيها عيب، تعاونوا على شيء قد الدنيا تعاونوا مثل ما زي ما يشتغل هو هي تشتغل.